كاين بزاف نساء اللي يلحقوا 9 شهور باش يزيدوا وتقول لك انا جو ديسيد باش نزيد سيزاريان. كاين اللي تخاف من الزياده العاديه وكاين اللي تخدم تقول لك انا جو بريفير نزيد سيزاريان باش ندخل للخدمه وما نخليش لو بوست تاعي، وكاين اللي تقول لك لا سيزاريان تحمي الحياه تاعي وحياه الطفل. بصح سيداتي لازم تعرفي حاجه، الولاده القيصريه من العمليات الجراحيه الكبرى، الا انها ايضا قد ترتبط ببعض التاثيرات الجانبيه وراح تستغرق وقت كبير باش تبراي. الشفاء التام من الولادة القيصرية يستغرق بين 4 إلى 6 أسابيع، إلا أن الكثير من الأبحاث تشير إلى أن وقت التعافي الكلي أطول من هذه المدة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن أطول فترة التعافي قد يختلف من امرأة لأخرى. من المرجح أن تقضي الأم وطفلها حول 2 إلى 4 أيام في المستشفى بعد الولادة القيصرية. خلال هذه الفترة ينصح للمرأة تناول مسكنات الألم كالباراسيتامول اللي راح تكون طريق حقن وديليكا لتخفيف ألم الجرح. بعد مغادرة الأم والطفل تاعها المستشفى والاستقرار في المنزل، عليها أن تحرص على أخذ قسط وافر من الراحة والاستعانة بالآخرين إن أمكن لمساعدتها أكيد على رعاية هذا الطفل. وكذلك لا تنصح المرأة بقيادة السيارة إلا بعد تعافيها تماما وشفاء الجرح. تجنب الرفع أو الانحناء وحمل الأشياء الثقيلة، ممارسة التمارين الرياضية، التغذية السليمة، النوم الجيد، السيطرة على الألم، السيطرة على النزيف، والعناية بالجرح أكيد. ولكن ما تنساش تستشير الطبيب ديالك لأن صحتك بين يديك.